جايين بنوصل الحل بدون شنج ولا زعل ولا نجين المضادين ولا نجين ناقشوا، وفي الأخير إن شاء الله نوصل الحل لمصلحة الكرة. اليوم كان في اجتماع استدعاء الأندية، وهذه هي الخطوة الأخيرة بالنسبة لاتحاد الكرة. يعني خلاص، يعني أكثر من هكي صبرنا واجد. أنا جزء من مجلس الإدارة. حي قام يجي قرار دروهم حيدة دروهم ملعب أجلوها رحلوها قاموها. لا بد يأخذ موقف ضد المنتخبين، لا بد يأخذ موقف من خلال ما قدرش تأخذ موقف سيبوه، لكن ما يصح إلا صح، والحق والحق لازم يكون الجميع. لعشرين نادي وسال أندية مع احترامي لي بعض، ما دام انت رئيس نادي يسير فيك جمهور، خلي الجمهور يدير قرار جمعية عمومية، خلي الجمهور يسير الدنيا. انا نحترم الجمهور والشارع الرياضي كذا، لكن انت مخولين هناك مثل ما اوكي انا نوافق الأندية، لكن بشرط نكون في ليبيا وما نضحيش بحياة مواطن. الأخير ان شاء الله يقبل طفله، عندي هم دوري كلي اقوق يا رئيس النادي، دير لي ضمانات، قول لي ان انا متحمل المسؤوليه الامنيه والتنظيميه والاداريه والفنيه. هذه في ملعبك، جايك في حوشك، كاني جايك في حوشك وضربوني في حوشك. قال لي لا والله تحمل انت اتحاد كره. قلت له لا، لما تلعب في الملاعب الرئيسيه انا نجيب الجهات الامنيه ونتحمل، انت جاي تلعب وانت اثنين محايدين، لكن لما نلعبك في عندك دير هك درت هم انا ينقتل واحد يحملوه العائله ينبيع حيشاني وناس يرحلوا لي. كلام بعقل، خلينا نتكلم بعقل، زين احسن مواطن ولا كره قدم؟ ما كره قدم يلعبوا يخسروا ويفوزوا، مش عارف. لا